محطتنا التالية رح نتجول فيها بالشام القديمة ورح نطلع فيها على أسرار العمارة الإسلامية بدمشق وتجليات هيدا الفن عبر التاريخ وتأثيره بالفنون التانية وأبرز المعالم الجمالية يلي أعطت هيدا النمط العمراني طابع مميز استوطن داخل سور المدينة القديمة. هالمعلومات رح نتعرف عليها مع الباحث عبد الرزاق الحمصي خبير إدارة مواقع تراثية وأثرية. صباح الخير أستاذ، أهلا وسهلا، أهلا فيك، صباح النور، يسعد صباح صباحك يا صباح النور. أستاذ، ورمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى المشاهدين. بالبداية خلينا نتعرف على العمارة الإسلامية وخاصة في دمشق. هي العمارة الإسلامية هي موروث تراكم حضاري سوري، يعني من قبلة وماري وقريت على مدى آلاف السنين. بس العمارة الإسلامية كمان إجت طوعت الفن المعماري السوري وطورته خلته يتناسب مع كمان التعاليم الدينية، بس تطور بشكل كتير هائل، يعني صار في إبداع. هلأ أنا بالوقت القصير، هي موضوع كبير بالوقت القصير، بس هعمل إضاءات على بعض الجوانب بالعمارة الإسلامية، لأنه بالمحطات عم يحكوا كتير على موضوع القبب يلي عم تمتاز فيه المعالم الإسلامية أو العمارة الإسلامية خاصة بدمشق. هلأ بتفوتوا بتلاقوا جامع أو مدرسة عليها قبة بقلب السوق. كيف مدرسة بقلب السوق بهالضجيج هذا؟ دور القبة هون، دور القبة، هذا دور كتير مهم. هلأ هذا صوتي اللي عم يطلع تحمل على موجة صوتية، أي ضجيج بيتحمل، الكون معمى ملان أمواج صوتية، هذه الأمواج الصوتية ما بتنكسر إلا بقبة، يعني خطوط المنحنية أو سيمي سيلندر، هذا بيقول له نص أسطوانة، هذا بيكسر الأمواج الصوتية. لذلك أنتوا جربوا فوتوا لخان أسعد باشا اللي موجود بالبزورية، في 8 أبواب، مباشرة بتحسوا في فرق، إنه ما في الضجة تبع السوق اللي برا. هي هي وظيفة القبة، إنه الضجيج ما بيصل نهائيا بسبب القبة اللي بتكسر الأمواج الصوتية اللي، والأوراق إلى نفس الدور. هي أحد سمات العمارة الإسلامية، هي القبة اللي معي. هلأ ادخلي لبيت في قبة، بتحسي ده لحظة بلحظتها بترتاحي جدا، بترتاحي لأنه ما عاد صفي ضغط أمواج كونية على الدماغ. حتى إذا بتنامي بمكان فيه قبة 4 ساعات، بعد 8 ساعات. لذلك المدارس والمقامات الإسلامية والجوامع حتى الكنائس موجودة سقفة قبة أو نص أسطوانة ضمن من السوق، الداخل. ضمن السوق ما بتسعري. هلأ في تدريس بقلب المدارس، كان المدارس اللي بتلاقي سقفة قبة، قاعة التدريس قبة. لذلك هي ما كانت اعتباطيا، يعني هي في إلى وظيفة العمارة الإسلامية، بالإضافة للشي تعاليم دينية في تعاليم دنيوية كمان، وظيفة دنيوية. بنيجي للمآذن، المآذن هي وظيفة إعلام عن الأذان، كمان هي مركز إخباري، كان أي خبر، أي حادث وفاة، أي، هي مركز إعلامي، يعني مركز إعلامي. من ضمن العمارة الإسلامية في كتير أمور حلوة، لاحظت مادة الكلس يلي بتطلى فيها الجدران الداخلية. هلأ بزمان ما كانوا يستخدموا التدفئة بالجوامع، بس أحيانا ينزلوا منقل فيه فحم. المنقل اللي فيه فحم بيصدر ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون، تنتين خطرين، بس أول أكسيد الكربون خطر جدا، بيفوت للجسم، بيتحد بخضاب الدم، خلال ساعة بيموت الإنسان، ما كان يموتوا. الكلس كان يمتص الغازات، خاصة الكربون، لأنه شره جدا. حتى بالبيوت الدمشقية كان يفوتوا العريس والعروس على الغرفة، يفوتوا معهم منقل، هذا بيطلع أول أكسيد كربون، مو بس ثاني أكسيد كربون، ممكن يموتوا خلال ساعة، ما كان يموتوا. لأنه هاي الدراسة أنا بحثتها خلال 30 سنة، كنت طفل، سمعت من سيدة كبيرة بالسن، كان في طفل مريض، قال كلسوا الحيطان، ضلت ببالي ليش كلسوا الحيطان؟ طلع الكلس هذا اللي بيتلو فيه الحيطان كل سنة مرة أو مرتين. حتى بتفوتوا وقت البيت في كلس منعش، حتى الجوامع اللي كانت تطلب الكلس ما كنت تشمي هالروائح، لأنه في تجمعات بشرية كبيرة بالجوامع. هلا بتشمي روائح غير جيدة، لأنه عم يطلعوا بدهان عادي بلاستيكي أو زي زيت، هذا ما بيمتص الكلس. لذلك بنصحهم يرجعوا للعمارة الإسلامية اللي كانت بدمشق. هي سمتين. السمة الثالثة هي اللي العمارة الإسلامية ما بيستخدموا أشكال إنسانية أو حيوانية،
توجهوا للكتابات والأوراق الشجر والأزهار، وتعددت الألوان وأبدعوا. هلا لا شك في بعض المعالم الإسلامية كان فيها أشكال إنسانية بس كتير لطيفة، يعني شغلات محفورة على الحيطان أشكال إنسانية، مثل قصر هشام بن عبد الملك كان فيه أشكال إنسانية بس بشكل لطيف، يعني مو تمثال منتصب مثل ما كان بالعهد الروماني. يعني هي ما كان بكرهها مع انه ما فيها تعاليم، بس انه حبوا انه شخصيه مهمه او مقدسه ممكن يساوينا لها تمثال، مع مرور الزمن يتاله الانسان هذا يصير اله. لذلك انه ما كانت مستحبه، بس ما فيها نصوص جازمه انه ما تكون، بس انه كانوا تجنبوها بشكل كتير خاصه بالاماكن الدينيه. في معالم كتير، الايشاني اللي على الطاوله عم تشوفوه، هذا الايشاني هذا دخل العماره الاسلاميه بدمشق وبسوريا بقرن 12. كلمة قيشاني هي اجت من ايران، من مدينة قيشان، بس كان القيشان الايراني اجى بالقرن 12، يعني 800 سنة وصل لدمشق، كان يصنعوه بفرن حطب. المعماري الدمشقي او الفنان الدمشقي اضاف له الوان واضاف له زهرة التوليب. دائما الفن الدمشقي بيضيف لمسات طبعا مميزة بتكون باقية. هي دمشق كانت على تواصل حضاري وتجاري مع العالم. بالقرن الثامن والتاسع كانت عاصمة العالم، أخذت من العالم بس حافظت على الأصالة السورية، حافظت على الأصالة السورية. هلأ إذا بندخل للجامع الأموي كمان، هذا نموذج مهم بالعمارة الإسلامية، بنشوف الموزايك، هي لوحات الموزايك كمان فيها يعني شغلات دينية، خاصة في لوحة كاملة هي بتمثل دمشق بيقولوا له جنة الله على الأرض. هدول اللي ساووا لوحات الموزايك هن من كل أنحاء العالم، من الصين ومن أوروبا، وكانوا مسلم ومسيحي ويهودي. كانوا اشتغلوا بهال، لذلك الفن المعماري الإسلامي جمع كل هالفنون العالمية. حتى في لوحات، لوحة الموزايك بتلاقي فيه سقوف لبيوت هيك بهالمنحنيات، هي هذا نمط صيني، هي دليل إنه فنان صيني، لأنه دمشق كانت عاصمة العالم بالقرن الثامن السابع والثامن. استمر الجامع الأموي كتير حلو، حتى بتفوتي لقاعة الصلاة، قاعة الصلاة بتلاقيها ثلاث أروقة وسقفها ثلاث أسقف، هاي المايلة هاي بالضبط نمط الكنيسة البازيليكا. وقت أعادوا بناء الجامع الأموي محل الكنيسة أخذوا نفس النمط تبع بناء الكنيسة، يعني هذا كله في تواصل تفاصيل حضاري. يمكن بس ندخل لهيك اماكن يمكن ما كتير بتغيب عن ناظرنا، لكن مع حضرتك استاذ يمكن هلا اذا بنرجع ندخل على الجامع الاموي بنرجع بننتبه لهالتفاصيل لهالجماليه ولهالنمط العمراني الرائع. الفسحه السماويه، هلا التصميم العام للجامع الاموي هو عباره عن فسحه سماويه محاطه بثلاث اروقه وقاعه الصلاه. هذا نفس النمط تبع منزل الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، هيك كان. وبعدين كل جوامع العالم صارت نفس النمط، حتى جامع القيروان تونس، حتى بتروحي لإسبانيا بتشوفي العمارة الدمشقية موجودة موجودة. هذه التفاصيل، بحرة بالنص للوضوء، هي إضافة طبعا بالفن المعماري، يعني الطهارة والوضوء والطهارة هي كانت من سمات الدين الإسلامي. هلا مثل ما قلت انه بالنمط المعماري الاسلامي ما في الاشكال الانسانيه، بس اخذوا من الانسان كثير. الانسان هو عباره عن خطوط منحنيه. هلا الفن المعماري الدمشقي والاسلامي بدمشق هو خطوط منحنيه. هلا بتروح على المدينه الحديثه كلها خطوط مستقيمه ومستطيلات، هذا متعب جدا. هلا تصوري انسان تلاقيه هيك شقفه واحده خطوط مستقيمه، بشع جدا. لذلك انا بقول العماره الحديثه بالاماكن الحديثه نحن هي مش عم، بس ارجع لدمشق القديمه بتلاقي نوافذ فيها اقواس. طيب استاذ خلينا هيك شوي نحكي عن تطور هيدا البناء العمراني، يعني تاثيره وتاثره عبر العصور او عبر الاجيال يلي اجت، يعني في كثير يمكن ابنيه قديمه اضيف لها تفاصيل جديده بتواكب العصر وبتواكب التطورات. عم تحكي على التوظيف حاليا؟ لا عم بحكي عن هدول الابنيه اللي نحن عم نحكي عليهم، الابنيه الدمشقيه القديمه، يمكن كثير من الناس ضافوا عليها اضافات حديثه جديده. هلا عم مرور الزمن في التطور، تطورت العماره بس وصلت لحد مثالي، خاصه البيوت الدمشقيه هي مثاليه جدا. الفسحه السماويه هذا نمط معماري سوري،
اخذ من ماري، ماري 5000 سنه كان في عندهم بيت فسحه سماويه محاط بالغرف، هاي الخصوصيه السوريه اذا انسجمت مع التعاليم الاسلاميه، مو العزله، انه خصوصيه. هلا بيوت باوروبا باسيا بكل العالم بتلاقي الحديقه تبعهم خارج المنزل، نحن الحديقه ضمن المنزل. هذا الخصوصيه، هاي تطور يعني. اضافوا الالوان، عرفوا قيمه الحجر، الحمام حطوه بالبازلت، هذا تطور يعني. بقرن 12 وطالع صار الحمام ارضيته. ليش ارضيته بازلت؟ البازلت طالع من باطن الارض، بازلت في الاف المئات المعادن، بيسحب الطاقه السلبيه، لذلك التطور مستمر وما زال. حتى بالتوظيف حاليا كمان تطور، بس مثل ما قلت انه السمات الرئيسيه للعماره الاسلاميه الدمشقيه الابب، يلي بتخفف الاشعه الكونيه او الموجات الكونيه، الكلس اللي بيسحب الغازات السامه، الابلق، الابلق الابيض والاسود، هذا كمان نمط دمشقي ما له شيء ثاني نهائيا. انا بتاسفني بيطلعوا على الفضائيات وبيحكوا انه هذا نمط مو بالنسبه لغيرنا، للاسف نحن بننسب كل شيء لغيرنا، ما بعرف ليش. ليش صمموه دمشقيين؟ شمال دمشق في حجر كلسي ابيض، جنوب دمشق في حجر بازلت، اندمجون مع بعض. هلا اذا دخلتي لخان اسعد باشا، هذا مبني بحجرين ابيض واسود، لو بتشوفي لو كان مبني بلون واحد ممل جدا، اللي بيحرك ما بتملي. هلا اذا بتعدي سنين بالبيوت الدمشقيه ما بتملي، ما بتملي. والتطور اللي عم تحكي عليه الانسه ليا، كمان الابلق تطور مع مرور الزمن، صار في يحفروا الحجر ويحطوا له حشوات ملونه اللي بيقولوا له الموزاييك الحجري. وكمان الموزاييك الحجري، الموزاييك الخشبي اخذوه من الموزاييك الحجري. بتفوت البيوت عمرها 600 سنه و500 سنه بتلاقوه موجود. هذا كله تطور وما زال عم يتطور، ما زال عم يتطور. بس هو التطور السلبي، الابنيه الحديثه بدمشق الحديثه هي متعبه جدا للنظر وممله. بتمنى يعني ضل تراثنا ونمطنا العمراني اللي اكيد بنفتخر فيه بنتبهى فيه ضل موجود، والبصمه الدمشقيه ضل موجوده. نحن كثير ان شاء الله اكيد نحن كثير بنتشكرك على هالمعلومات الجميله اليوم اللي اضفتها لصباحنا. نحن بنشكركم، شكرا لكم، شكرا كثير لك استاذ.